بعد غياب فترة بسبب اللي صار عن زملاء اللاعبين وعن المنتخب الوطني. أكيد اشتاقيت لأجواء المنتخب الوطني وخدمة الوطن. الحمد لله عدت مرة ثانية للمنتخب واليوم أول وحدة تدريبية استعداد مباراة الإمارات عن التصفيات المزدوجة. إن شاء الله يا رب نكون نلعب مباراة جيدة ودافعنا معنويا أمام قبل مباراة هونغ كونغ. طبعا سعيد جدا بدعوة المنتخب، أكيد أمنية كل لاعب العراقي أنه يوصل لهذه المرحلة ومسؤولية كبيرة، وإن شاء الله نقدم أفضل ما لدينا. وأول وحدة تدريبية كان يعني شعور حلو مع زملائي، وإن شاء الله نقدر نقدم مستويات أفضل ما مراحل.